مختلف، اكيد احنا وافقنا عليه عشان مصلحه الكره في مصر. يعني مصلحه الكره ان احنا ننتهي بالدوري ده بدري ان شاء الله، واعتقد ان كان في موافقه جماعيه من كل الانديه، وان شاء الله نتمنى موسم سعيد ويكون موسم اقوى باذن الله، ويكون دي فتره استثنائيه او دوري استثنائي، وبعد كده نرجع ان شاء الله للدوري الطبيعي. تغيير السياسه لفريق مودرن سبورت من ان انت بتستقدم صفقات بعض اللاعبين من انديه الدرجه الثانيه، شايفها زي دكتور وليد؟ بص، هي السياسه مش ان انا بستقدم لعيبه من الدرجه الثانيه او السياسه ان انا بستقدم لعيبه سنا صغيرين. هي الفكره كلها ان احنا بنعمل عمليه احلال في الفريق. احنا شايفين كاداره ان الفتره القادمه لازم يكون الفرق، يمكن عندنا احنا بنتكلم عن نفسينا، لازم يكون السن اقل من السن اللي موجود. احنا عاوزين نعرف ان الرياضه دايما وكره القدم زي ما انت شايف في لعيبه النهارده عالميين 19 و20 سنه موجودين في منتخباتهم، فيبقى بالتالي احنا لازم نبتدي نشتغل على الكلام ده، لان هي كره القدم كده محتاجه السن الصغير مع وجود خبرات ناس برضه سن كبير، انما الاساس بتاعي لازم يبقى الذخيره الرئيسيه السن الصغير. لما بتقعد مع كابتن طلعت يوسف يا دكتور وليد بتطلب منه ايه؟ التارجت اللي طالبه منه السنه دي؟ والله احنا لسه كنا بنتناقش انا وهو دلوقتي في الموضوع ده وفي موضوع السن، ولكن كابتن طلعت الحمد لله هو الراجل فاهم بيعمل ايه كويس، مفيش حاجه ما بتاخدش وقت، لا بالعكس هو الراجل دلوقتي بيعمل تداخل ما بين القديم والجديد، وابتدى يعمل تيم ورك بينهم كويس قوي، واحنا متابعين معاه وان شاء الله يكون في نتائج ان شاء الله كويسه في الدوري ده. طالب منه الكونفدراليه السنه الجايه، طالب منه مركز رابع خامس، اكيد يعني ليك طلبات يا يعني دكتور. اكيد اكيد.